هي بعض التوجيهات التي يشرف على تقديمها يوميا مندوب متطوعي ألعاب المتوسطية. توجيه الجمهور وتنظيم المداخل والمخارج وكذا توزيع برامج المنافسات يدخل ضمن البرنامج اليومي لهؤلاء المتطوعين. هو احنا هنا باش نمثلوا وهران احسن تمثيل وعندنا لمهام سموها عندنا مهام تاع تنظيم الالعاب بحر الابيض المتوسط وعندنا تنظيم ثاني تنظيم الجمهور وتوجيههم عندنا تنظيف و تنظيف الاماكن اماكن المواجهات ولا تسموه وتوزيع الميداليات للاعبين. شاركت في هذا الحدث كمتطوعه لاكتساب خبره جديده وباش نشرف بلادي وولايتي وهران. متطوعو لجنه التنظيم وزعوا عبر مختلف مواقع المنافسات الرياضيه كل حسب اختصاصه بعد تكوين دام عده اشهر قبل انطلاق العرس المتوسطي. هناك ثلاث متطوعين كل حسب اختصاصه. لجنة المنشآت يوجد ثلاثة، كذلك لجنة الإطعام ولجنة التنظيم الرياضي ولجنة التكريمات، كل حسب اختصاصه. خاصة لجنة المنشآت هي مسؤولة عن جميع المنشآت والوسائل، مسؤولة عن تنظيم الجماهير ومسؤولة عن حماية كل ما هو متواجد هنا في القاعة. متطوعو ألعاب البحر الأبيض المتوسط أو همزة الوصل بين كل المتدخلين في المنافسة يسعون بكل ما أوتيوا من قوة لإنجاحها.